السلام عليكم يا أصدقائي. اليوم سأقرأ لكم دعاء اليوم 22 من شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، وأسكنني فيه بحبوحة جناتك يا مجيب دعوة المضطرين. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. لا تنسوا صاحب الزمان من دعائكم. في أمان الله.